السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. ان شاء الله مبسوطه. اهلا وسهلا. تفضلي تفضلي. يا لطيف شو عم بشتاق لك. سكتي سكتي، مع انه من كم يوم شفتك. بشتاق لك العافيه. شلونك؟ ان شاء الله مبسوطه. منيحه الحمد لله. طمنيني عنك. نشكر الله. بتقبريني يا لطيف يا لطيف. شلون عزمي بيك؟ ان شاء الله مبسوط. يا لطيف هالناس شو بتحبه وشو بتدعي له؟ اي والله اهل حارته بحبوه كثير وهو بحبه والناس لبعضها. دخلي كيفهم المحاريس؟ شلون عمل خانوم؟ الحمد لله. سلموا عليكي. مصطفى مزع عقله مزع وقت شافه لعزمي بيك. فات على البيت ومو عاطي فرحته لحدا. الله يسلم لك يا دخلك. شو رأيه عزمي بيك بمصطفى صهره؟ والله لا تحكي ولا كلمة أبدا. أنا روحي نادرت لأمل ولمصطفى، نص إله ونص إله. والله للبسها لبس الملوك هالأمولة، وخلي أهل الشام كلها تحسدها على العيشة اللي هي فيها. إن شاء الله، وإن شاء الله الله بيبعت لمصطفى بنت حلال وتسعده كل حياته. أمل في غيره؟ والله مالي عرفانة شو بدي قلك. يعني ابن عمي ما بده يجوزها لأنه بيحبها أكثر من كل إخواتها وروحه معلقة فيها. لا 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 تحكي هيك. أنا عم بشوفها بنومي من كتر ما حبيتها لأمل خانو. والله يعني الدنيا اسمه ونصيب. شو قلتي؟ الدنيا اسمه ونصيب. قولي شو بقلبي؟ خرب بيتك من حالك، ما في إلا عم يخفق. إيه شو شبكي؟ ما بعرف شو صار لي. قلبي قلبي الحقوني يا جماعة الحقوني. يا أمل يا أمل. فريزة مساك المزهر بسرعة. أم مصطفى قولي على أمتي تعي شو فيها. هاتي هاتي فريزة. أوام أوام أم مصطفى. غطى. مسكي مسكي فريزة. بسم الله بسم الله. كمني صدر لي. أمل حبيبتي امسكي ايدي منيح مشان اتروح. ردت الروح لي يا جماعة. يا روحي يا أمولتي انتي. بوس ايدك نهلا خانو. استغفر الله العظيم. توبريني والله أنا روحي معلقة بمصطفى، وانتي عندك أولاد وبتعرفي معنات كلامي. الله يخلي لك يا. أنا روحي معلقة بهالصبي، ومثل مو معلقة روحي بهالصبي مصطفى، بدها تكون معلقة بروح أمل. توبريني لا ترديني خايبة. إن شاء الله بعمل جهدي، بس هلا أنتِ طولي بالي وديري بالك على صحتي. إذا بدك ياني يدير بالي على صحتي وافقوا، أعطيني أمل لمصطفى. إن شاء الله بعمل جهدي بعمل جهدي. ولي قلبي شبه، شلون بدي أصل على بيتي أنا؟ لا تخافي لا تخافي. لا تاكلي هم، أنا هلأ بخلي العربية توصلك وبخلي أم جواد تروح معك لوسط بيتك. فريزة يا فريزة. نعم ستي. روحي عيتي لأبو جواد وجواد خليهم يحضروا العربية، وقولي لأم جواد تحضر حالها مشان تروح مع الست أم مصطفى، وخليهم يحاسبوا العربية. شو فهمتي؟ أمرك. يلا مهلا خانو. مثل ما وصيتك. ايه لا تنسيني. ايه لا تخافي. على مهلك. مالي لقياني. سلامتك سلامتك. الله يسلمك. قولي طولي بالك. خذي من الكاسه خذيها. صحة صحة وهنا صحة.
يلا يلا رح نوصل رح نوصلهم. عندك يا أخي عندك. طولي بالك طولي بالك طولي بالك طولي بالك. يا الله يا علي عليك يا الله. على مهلك على مهلك. يلا ما على قلبك شر. طولي بالك طولي بالك طولي بالك طولي بالك. أنا حبيبتي افتحي، أنا أم جواد من عند بيت عزمي بيك، أمك تعبانة شوي. طولي بالك يلا. يا علي عليكي. يا أمو قولي على عمتي يا أمو شبكي. ما بها شي حبيبتي، دايخة شوي، ساعديني ساعديني. يا فوتي ساعديني ساعديني. يا أمو يلا 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 قولي على عمتي. طولي بالك طولي بالك. دقيقة. يلا يلا، هي وصلتي على بيتك الحمد لله. طولي بالك قولي على قلبي عليك يا امو. طولي بالك حبيبتي طولي بالك. اجي على مهلك على مهلك على مهلك. هلا بتنامي وبترتاحي ان شاء الله. شبها شبها شو صاير معك؟ ما فيها شيء، داخلت شوية وهلا بترتاح. حبيبتي ديري بالك على امك. انا العرباية عم تنتظرني برا. بدك شيء يا امو؟ سلامتك بتطمن عليكم. يلا خاطركم. مع السلامة. صباح. اهلين وسهلين ام مصطفى افندي، تفضلي تفضلي. زيد فضلك شلوني؟ الحمد لله. يبعث لي اكلي وضيع غريمي كانك تعبانه. لا والله بس هلا فايقه. الى هلا نايمين؟ إيه ما حدا فاق لسه الدنيا بكير. اي لا بعكسي انا فقت بكير، صليت ودعيت لكم وبهالمناسبه الحمد لله على سلامتكم ولرأفت بي. الله يسلمك، اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. فريزة الله يرضى عليك يسوي لنا قهوة. تكرم عيونك يا تاج راسي. أنا أجيت لبارك لك من كم يوم، إنك لقيت عسكر وجندر مع الباب ما خلوني فوت، قلت لهم أنا قرايبته ما خلوني المقوصين. والله كان عنا الكولونيل الفرنسي إجا يسلم على ابني الدكتور رأفت. إبي الهنا إن شاء الله. يا سلام مبروك. تفضلي خالتي ام مصطفى. اوام لحقتي تعملي قهوه؟ لسه ما حمي تحتي، هلا فتت لسه. اعوذ بالله خالتي ام مصطفى، انا مسخنه المي من قبل ما تفيق ستي وتاج راسي. اي حطيها هون يا بني. يا ام مصطفى، هاي الصبيه إلى اسم وأنا بعتبرها مثل بنتي. ما فهمت عليكي. يعني هاي الصبية إلى اسم ومنناديلها باسمها ومنحترمها كتير. لا تأخذيني نهلة خانم، يعني شني مو أخدة على اسمها أنا. شو الصبايا نايمين لساتو؟ إيه لسه ما حدا فاق. اسمهم نايمين، شو رح تساوي بقصتنا بحكايتنا يعني؟ والله يا أم مصطفى بدي أخذ رأي الحكيم أخوها. بعد ما قطعنا وضرعنا وبالعلامة صهري راح لعنده العازمي بيه. مزبوط يا أم الصفا، بس في أصول وأنت أم المفهومية. تسلمي نهلة خانم، بس نحنا بدنا دفشة لقدام، يعني بدنا نستنى الرد لحتى يوافق رأفت بيه. لك هذا أخوها وإله رأيه وكلمته، أصلا نحنا كنا عم نستنى ليجي. تسلمي لي نهلة خانم، بركي ما وافق الحكي. صدقيني ما بيصير شيء ولا كأنه حكينا. نهلا خانم، والقطع والضرع والخياطة ولبس البدن كله هذا الحكي منكبه يعني؟ عدم المؤاخذة، القطع والضرع وكل شيء ساويناه ما كلفناكم فيه. هي تقبريني لا تنهزي، تحمليني. تقبريني يا نهلة خانم، يسلموا ايديكم. شو قهوتكم طيبة؟ شو صحتين على قلبي. خاطرك تقبريني. مع السلامة. الله يسلمك. يخرب بيتك شو حيوانة لك، كانت تفهم علي يا جماعة، ما في إلا عم خفق رايحة جاية. شو بهيمة؟ إيه مالها بهيمة؟ يا
لازم كانت تفهم علي. ليش هيك ما عم تفهم علي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عم بدي العرتيل السوداء. قتلن قتلن وضيع غريمون، يروحوا تقطيع على كل جبل شقفة. قال شو تاركين جوازة بنته ولاحقين لي جوازات أهل الحارة، يخرب بيته. لك يا عمو، هدول الجماعة ما بيشبهونا بشي. يتشبهوا لبابوشتي، يصح له الناس أكابر مثل حكايتنا. لك والله 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 إذا بيسمعوا هالحكي ما بيقعدوا بيفتحوا لك بابهم. سدي حلقك ولي، شو عم سبهم أنا؟ لك اسمعوا على هالسمعة، قال ملتهيين بجوازة سعيد الحلاق وتاركين جوازة بنتهم، يخرب بيتهم من حالهم. لأيمتى أنا بدي روح؟ رايحة جاية عم خفق لعندهم وما كنت أفهم عليهم ولا كلمة. لك يا عمي أنت شو بدك فيهم؟ بدك مدوا سيف الحد اللي ينجر الرقبة شيتك نجر، من وزعوا الزوق كانوا فوق. آخ منك، ما بيعجبك العجب وانت بتعمل العجب. لسا عند ربنا ما بدي عشي. ماما انت قبريني، قومي صحي حالي. مالي قدراني ماما، انا ماني نايمة منيح. امل حبيبتي انا صحياني عليكي وحاسة انك مو نايمة. ليش؟ صليت الصباح بعدين رجعت نمت، بعدها شفت نوم كتير كتير كركبني، ما بقى قدرت ارجع نوم. خير امي؟ خير؟ شو شفتي؟ احكي احكي لي. احكي حبيبي انا بفسر لك يا. يا مو كتير بشع، ما بدي احكي. احكي توبريني احكي. شفت حالي فاتة على بيت كتير كبير، وبعد ما فتت تسكر الباب شعلت النار وبعد طرق شعري. صرت ناديلك يا مو، صرت ناديلك وصرخ عم جيتي بسرعة لعندي، صرتي تحاولي تطفي لي شعري، صرت تنهنجي لأبي. قال أبي كان ماشي مدري وين بس هو ما عم يسمعك. مسكتيني وركضتي فيني وطلعنا من البيت والنار عم تلحقنا. بعدين هاي النار صارت دخان أسود، بس أنا قدرت وقتها أشوف البيت مطفي وعاد بعدهم كان كتير حسن. بس يا ما أنتي قعدتيني وصرتي تمشطي لي شعري وصار يهر كله محروق، كتير كان بشع المنام. بني آدم وقت بيكون مخبص بيشوف منامات أشكال وألوان. يلا يا بنات امشوا، اتركها ترتاح، حقول لفريسة تعمل لك كاسة حليب مشان تتنشطي. الله يخلي لي إياكي يا أمو. تعليكي يلا. يلا يا بنات تحركوا.
فيني شي ما فيني شي. يبعث لهم هم شو مأنزعين، قال شو ما عجبهم ابني مصطفى، يروحوا خنق إلهي. ماشي والله لحط حطاطي بحطاطهم، ولا ما أخذها لهي بنته العزمي. يا مو انت شو بدك فيهم؟ يعني هلأ الله ما خلق غيرهم أبدا أبدا؟ ما عنا غير أمل بالحارة؟ خلق خلق، بس أنا عم أدور على مستقبل مصطفى. صبيب ذهب هيك على قلبه مع المصاري كتير، وبكرة عزمي هو ومرته بس يتكلوا ويعملوا غير بتصفي الورطة إلنا حبيبتي. يحيان يشقى فخرج.